مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صباح الخير، السلام عليكم. الأجواء في المغرب جميلة جدا، المغرب يوم العيد، يوم العيد في المغرب رائع جدا، في طنجة الأجواء رائعة جدا بالعيد الإضحى. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله الأمة الإسلامية الكل بخير، وأجواء رائعة رائعة جدا رائعة جدا الأجواء، وما شاء الله على أخواتنا المغاربة وكل العرب، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد، سعيدوا الصحة والناس، سعيدوا تعاود من طنجة كويرة. أجواء رائعة صراحة، والأجواء مزيونة بزاف، وأصلا كل عام أنا كنجي نصلي هنايا، يعني كخلي الجو ما في الحومة كنجي نصلي هنايا. السلام عليكم الإخوة، وش مبروكات، سعيدوا الصحة لنا، بس ما تمنيتوا إن شاء الله. ولو الأجواء الحمد لله، يعني كل عام كنجبر وايدة، ولكن العيد غالية هاد العام هذا، حنا ما عيدناش وجينا هاد العام هذا، عيدناش وجينا نصليو، حشوم هاد الشيء هذا، فهمتي؟ الدرويش حشوم، الله ياخذ الحق وصافي. بارك العيد عاد بالتعاون لنا وطول العمر، اللهم اغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا ومن جميع المسلمين، الله ينصر الإسلام، الله ينصر الإسلام. اللهم ربي تقبل منا ومن جميع المسلمين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك، إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر باش ما تمنيتوا إن شاء الله. الحمد لله الصلاة الصلاة مزيانة، وتا الخطبة كتعاون على الإنسان كيفاش العائلة تتجمعوا وهذيك إن شاء الله. السلام عليكم، احنا مباشرة من مدينة طنجة، كنتمنى لكم عيد أضحى مبارك سعيد، وكل عام وأنتم ألف خير. كنتمنى الشعب المغربي وسيدنا الله ينصرو موفر الصحة والعافية. هاد العام واخا كاين الغلا، واحد خصو يكون متفائل، والحمد لله كلشي كيدوز بخير وعلى خير، وشكرا. وأما بنعمة ربك فحدث.